يعني اولا انا مدين لعادل جلال، وبالرغم من اصراري على يعني ان اذكر شيئا، لكنني اقدم له اعتذارا واجبا على تاخيراتي المستمره، لكن عزائي انني ساحاول ان اقدم رؤيه يعني تعبت عليها وحاولت ان تكون يعني لا تحلق خارج الموضوع وانما تتحرك وفق قراءة النماذج المقدمة. كانت لي مداخلة كانت ستعنيني أو ستغنيني عن الكثير، وهي تجلي الآخر في قصيدة النثر النسوية، لكنني أثرت مع جدة الموضوع وطرافة فكرة المؤتمر وتنظيمه الذي قام به الصديق العزيز عادل جلال، أن أكون أيضا على قدر من المساواقة إنجاز التعبير أو قدر من مصاحبة الإبداع المختار. ومن ثم فإن قراءتي ظلت يعني منوطة باختيارات الشعراء، بالطبع لم تصل إلي كل المشاركات في الملف الذي أعدته الصديقة هبة عصام، لكنني تحركت وسط هذه المختارات يعني، وسأقرأ بعضا من المداخل السريعة لتصوري لقصيدة النثر في هذه اللحظة. بقول إن قصيدة النثر تنزاح باستمرار عن التطابق والاختلاف لتحقق شرطها الجمالي الذي يشاكس المتلقي الكسول المتكئ على ذاكرة شعرية قديمة لا يستطيع مغادرتها أو حتى توسيع حدودها التذوقية بشيء من المرونة اللازمة عند تلقي الأنماط الجديدة المنفتحة على الفنون الإبداعية الحديثة والوسائط المعرفية المبتكرة. ومن ثم فإن قصيدة النثر كما يقول أحمد طه تزجر الجمهور العام لتخلق الجمهور الإشكالي الذي لن تذهب القصيدة إليه إلا بالقدر الذي يهرول هو نحوه. بالطبع لم يعني أنساق وراء الجدل النظري ما بين تأييد القصيدة أو رفضها، وانطلقت من قراءة كما قلت المساهمات الشعرية أو المختارات الشعرية بوصفها معلنات القول التي تؤشر على حضور الشعراء الإبداعي وتفضح انحيازاتهم الرؤيوية وتفضيلاتهم الجمالية، بالرغم من أن اختيارات الشعراء قد تخضع لمنطق حداثة التأليف أو اختبار القصائد وليس تماهي القصيدة مع المبدع أو تجسيدها لرؤيته المبتغاه، لكن الاختيار على أي حال يظل منطويا على قيمة جمالية ومناوشا للحظة عصرية مشتركة تشي بتعدد أنماط الاستجابة الأسلوبية، وإن كانت عند التحليل الأخير تظل تعزف لحنا رؤيويا متناغما وإن عزف بآلات مختلفة. الطرح الأساسي في البحث هو أن فكرة المقولات الكبرى أو السرديات الكبرى أن هذه السرديات لم تمت تماما، وإنما ظلت أفقا أو أحد الأفاق الجمالية الذي يناوئ الشعراء. الشعراء في هذه اللحظة لا ينتجون بالطبع المقولات الكبرى مثل الحب والحزن والموت أو حتى بعض المذاهب الأدبية الكبرى، وأما المذهب الرومانتيكي الذي ما زال يمارس تأثيراته على إبداعات الشعراء سواء بامتدادهم عن نموذج التفعيلة أو في سياقات كثيرة أيضا لدى شعراء قصيدة النثر. لكن الأصالة الجمالية في التصور الشخصي لشعراء قصيدة النثر أنهم وضعوا هذه القضايا الكبرى أو المذاهب أو السرديات الكبرى سميها ما شئت موضع الجدل، واستطاعوا أن يعقدوا معها حوارا خلاقا. ولا شك أننا بما أننا نحيا لحظة حضارية بكل تجلياتها العالمية ووسائطها التكنولوجية الحديثة، وهي لحظة بدأت جذورها البعيدة في التشكل منذ سيطرة الآلة وتعقد الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم الحديث، بحيث أصبح البشر ضحايا للنظام الاجتماعي وعبيدا للآلات العادية. وقد رصد ستيفن سبيندر في كتابه الحياة والشعر بداية تلك الحساسية التقنية المعقدة قائلا: فالفتى والفتاة اللذان يتبادلان الغرام على مقعد في حديقة عامة
أو في إحدى الأزقة في إحدى أزقة الريف لا يعلمان أن هناك برقيات تشق طريقها من لندن إلى برلين في هذه اللحظة وتمر من خلال جسديهما لكي تقرر أن مصير الفتى هو أن ينزع من بين أحضان فتاته ويلقى به على رمال الصحراء وفي رأسه طلقة نارية بينما تساهم الفتاة في إنتاج الطلقات النارية في مصنع من المصانع الحربية. كان هذا التحول مؤذناً بموت الرؤى الرومانسية أو على الأقل تقدير زحزحتها عن بؤرة المشهد الشعري لتحل محلها الرؤية الحديثة التي بدأها رواد مدرسة شعر التفعيلة. وإن كان ناقد بحجم إحسان عباس قد أشار في كتابه اتجاهات الشعر العربي المعاصر الصادر عام 1978 إلى أن شعراء التفعيلة تحولوا يعني إلى الشكل التفعيلي لكنهم ظلوا متمسكين بالرومانتيكية ولم يبارحوا مجالها إلا إلى شيء يسير من الاستبطان الذاتي والتحليل النفسي والتحوير القصصي. فالرومانتيكية كما يرى الناقد تحدد زاوية الرؤية وتضخم الجانب المأساوي لدى اصطدام النفس الحساسة بالمشكلات وبهذا لا يستطيع الشاعر الحديث أن يصبح أو لا يستطيع الشعر الحديث أن يصبح رؤية خالصة كما يريد له أصحابه. وكي لا أطيل عليكم يعني سأدخل في بعض القراءات التطبيقية السريعة وأرصد بعض الجدل الذي أشرت إليه في التعامل مثلا مع مقولة المذهب الرومانتيكي أو بعض المقولات الجمالية التي أطرح هذا المشهد. فمثلا هناك نص لعادل جلال يوم الجمعة عن قصيدة أسبوع ليلى. عادل جلال يعيد إنتاج المشهد الرومانتيكي المكرور للقاء العاشقين محولا إياه إلى مشهد عجائبي بالرغم من البداية الغزلية التي تبدأ باستدعاء تيمة العشق القديمة ورمزها الأشهر ليلى. فهو بيقول أنا العطلة يا ليلى وأنت العشق صباح النسيان والسهو الجميل يا ليلى ليأخذها لنفسي كما تأخذ الأيام آثارا للأرض اجعلي يا ليلى صدري مرعا لغزلانك السماوية. استبدوا مفردات ليلى العشق السهو الجميل الغزلان السماوية لأول وهلة مرتكزات أسلوبية لحالة من حالات العشق الرومانتيكية الناعمة ما تلبث أن تنحرف إلى أفق صياغي مغاير تتجلى فيه الأنا الشاعرة تجليات عجائبية من تهمات التخيل الفانتازي المتكئ على ذاكرة سينمائية نشطة لكنها تؤكد المحبة القديمة وفق طرائقها الصياغية الحديثة. وبعد كده بيقول الجمعة سيصبح صعلوخا ويدعوها إلى مطعم صغير أنيق أو رحلة نيلية ليتحول الماء الذي ستسير عليه يأخذها إلى المقهى ويشرح لها أن الواقعية السحرية أو الأسطورية هي أن تحيا معه وبشكل سينمائي سيصبح النادلة ثم فنجانا نسكافيه كي تشربه ليلى. وفي نفس دائرة الحراك نرى نصا لأشرف الجمال ينطلق أيضا مع الجدل مع الرؤى أو من الجدل مع الرؤى الرومانسية القديمة. وإن كان ما زالت بعض أصداء المعجم الرومانسي أو معجم الطبيعة ما تزال في قصيدته فأقول هذه الليلة أنا معذب بفراقك برغم أنه حديث برغم أنه حدث منذ سنوات بعيدة وبشعور غامض لا أعرف له اسما أسير في طرق مجهولة مع آلهة دمرتها المواجع. لكن بالرغم من هذه البداية نلمح أيضا محاولات الشعر للانعطاف من أفق الرطابة ليس فقط بتخيلات مجازية من قبيل أكتب قصائد على جسدي وإنما أيضا عبر صياغات مبتكرة يحافظ فيها أشرف الجمال على شعرية اللغة التي تلفت إلى حضورها وينهج نهجا غرائبيا يشي بإمكانيات تحول الكائنات إلى أشياء والأشياء إلى بشر محاولا خلخلة اليقين المأساوي الناتج طبعا عن مأساة الفقد أو الإخفاق في هذه الحالة العشقية. هو يخلخل اليقين المأساوي عبر مراح التعبير للفرار من صرمدية الحزن المرتبطة بهواجس الخوف من إعادة التراب لسيرته الأولى. فبيقول خارجا عن حقيقته يفر اليمام من النوافذ
مالجا من نار شوقا الى فترته البعيده، يصير الابريق فتاه تروي العطشان، اما انا الميت الذي لا ظل له وراء سور ارقص بين القبور عاريا، اطوح الكؤوس التي خلا خمرها، واثب كشبل لعب العشب براسي الصغير خلف الفراشات لا تعيد للتراب سيرته الاولى. وبنلاحظ ان تيمه مشاكسه الوجود يعني انجاز التعبير لدى اشرف الجمال هتتحرك بعد كده في نص لاسامه الحداد، نص العشوائي هيمعن في التمرد مستبدلا بالفضاء الكوني اللي اتحرك فيه اشرف الجمال فضاء اجتماعيا حدثيا يطلق فيه ذاته الشاعره المتحرره. بيقول أسامة الحداد: هو العشوائي ينقل ذاكرته ويضع أغنياته المفضلة في غسالة الأطباق، يتصور دائما أن حديثه مع عراف يقرأ طالعه ليس سرا، ومشاجراته في الحافلات العامة تعرض الآن في دور السينما. بيقول: استتحول نزعة مشاكسة الوجود المختصرة على أفعال الذات إلى نزعة تدميرية تتحرك في المساحة التي تشكلها علاقة الذات مع العالم. والشاهد التالي بيأكد ده: إنه العشوائي يحطم كل ليلة مصابيح الشارع كما رأى في أحلامه، ويحتفي بظلمة تقترب حسيسا إليه. لم يكن انطوائيا يرتدي نظارة سوداء، إنه الغرائبي يفعل غير المتوقع ويضع نظرية الاحتمالات في سيارة طائشة. فتمجيد العشوائية كما نلاحظ وتكرارها وتحولها من فكرة أو عبر الالتفات البلاغي من إنه العشوائي إلى بعد كده هيقول نعم أنا عشوائي، من ضمير الغائب لضمير المتكلم عشان يعلي من فكرة النزعة المرتبطة بتمجيد الذات وتمجيد الفوضى وتدمير العالم ومناوشة الوجود. كل ده هو نمط من أنماط الرومانتيكية الإيجابية وفق تصنيف يان كولافرين في كتابه الواقعية والرومانتيكية والواقعية. بيتكلم فيها عن الرومانتيكي الإيجابي اللي هو طبعا الإيجابية أو السلبية مش حكم قيمة، لكن هو ينشئ عند التحليل الأخير بعدم التوافق مع العالم، لأن ده المفهوم الواسع للرومانتيكية اللي أفاد منه كثير من الشعراء لا سيما شعراء التفعيلة وشعراء قصيدة النثر. لكن الأصالة الإبداعية إنجاز التعبير لدى أسامة الحداد تكمن في أنه لا يقطع شوط تمجيد الذات حتى نهايته، بل يعترف ضمنا بأن هذه الذات التي مارست هذا العلو وهذا الصخب ومشاكسة العالم ظلت يعني تقنع بظل يسير. فيقول مثلا: أنا بائع خائب ويقدم الزلازل في أكواب الشاي، أنا متورط في الجنون، أنا مرتبك أقول الأشياء وعكسها. وحتى برضو في شاهد سابق بيقول: وقد لا تتشابه هذه الأحداث، لا يهمني هذا كثيرا، فأنا أنتظر دائما كارثة ما وأبحث عن عرافات ومجانين. فهنا نلاحظ أن الأنا عنده في نهاية القصيدة أولا هو أجاد إخفائها في بنية الأسطر عبر منطق الحكاية، وفي نفس الوقت إذا كانت الأنا مقدمة على المستوى النحوي كمبتدأ واجب التقديم في هذه الاقتباسات كما أشرت، لكنها في الآن ذاته تنفي عن نفسها القيام بدور الشعر النبي أو الشعر المخلص. وعشان كده بيقول في استحضار للدور القديم ونفيه في العين ذاتي، بيقول: فماذا تنتظرون من رجل يتعلم منذ 20 سنة كيفية السير على الماء ويصرخ أمام مرآته ما تلك بيمينك؟ ولكن النبرة الزائقة في أغلب الاقتباسات التي أشرت إليها لدى أسامة الحداد ليست هي النبرة المهيمنة أيضا على فضاء قصيدة النثر، وبإمكاننا أن نرصد نبرة أخرى ربما كانت هي الأكثر استخداما وتوظيفا في تجربة قصيدة النثر، وأمثل لها بنص أسامة جاد: شفقة بأسنان بيضاء. أسامة جاد يقول: الشفقة الباردة التي أسنانها بيضاء بعناية، هل تفيد في رأيك؟
إذ يبدأنا الشاعر بمفارقة خاطفة عبر تساؤل مباغت يشي بعمق المسافة ما بين الظاهر المنمق بعناية والباطن المنطوي على البرودة الثعبانية القاتلة. انظر لطعامك إذا، لصب الماء في إنائك، لاستجابة الصنبور لرجائك، لاستجابة الصنبور لرجائك مرتين، للتعرجح الحر حقيبة المدرسة، تناول السندوتشات، ركوب الحافلة وفتح البنطال للضرورات التي تعرفها. لنلاحظ تحول الشاعر من بنية الاستفهام الخاطف إلى بنية الأمر العجول. انظر لطعامك إذا، وهو أسلوب آمر يقوم بوظيفة دلالية مزدوجة تستحضر عبر تناص قرآني شفيف صورة المعجزة في قوله تعالى: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتزنى، وتنفي إمكانية حدوثها للشعر الحديث الذي ينعطف بالآية القرآنية الكريمة من سياقها الإعجازي إلى سياق اجتماعي مغاير يشي في نهاية الأمر بتيمة الاحتياج الإنساني المستمر ويفضح عجز القدرة المسيجة بالقصور البشري في زمن نظرت فيه المعجزات القديمة. وعشان كده يعني هو نفسه في النص بعد كده بدأ بشكل دائري عشان يأكد فكرة صرمدية المعاناة، فبدأ فكرة بأسلوب استفهام وبعدين أمر وبعدين أمر وبعدين استفهام وكأنها دائرية، فبيختم نصه بيقول: وفكر كثيرا في النظرة التي سوف تلقيها لتشجيعي، كيف سيمكنني التقاطها يا مسكين بغير زراعة. يعني سوف أشير سريعا لتيمتين او ثلاث تيمات من يعني تيمة الحزن، وهي احدى المقولات الكبرى بالطبع انتجتها يعني ربما كثير من المذاهب لا سيما المذهب الرومانتيكي كما اشرت، وهي تيمة يعني خدت تحولات منذ نص صلاح ابو الصبور الشهير الحزن، اللي هو كان رابط فيه الحزن بمتطلباته الاجتماعيه التي احياها الشعراء في فضاء المدينه الحديثه بحسبانها واجهه الحضاره الحديثه والقاسيه في ان، لكن شعراء النثر برضو استطاعوا ان هم يتجادلوا معها بشكل خاص ومتميز. في نص طبعا لفارس خضر بيتكلم عن الحزن باعتباره عميق وواسع كمقبره جماعيه، وبينتهي الى فكره الجمود وانه الحساسيه اللي احنا بنعيشها احيانا ربما كانت هي حساسيه اللا حساسيه انجاز التعبير، مش هقدر استشهد بيه يعني، لكن مثلا هو بيختم مثلا رسائل لأبيه بيقول: أنا ابن البكاء، ابنك يا أبي، سأحرق جثتك وأكفن رمادك بالصمت، سأدفنك إلى الأبد بين جفنين بلا رأفة ونظرة ميتة. والحقيقة هي مقولة نستطيع أن نراها لدى كثير من الشعراء، اللي هي فكرة حساسية العصر التي تكمن في قتل الحساسية كما أشرت. فمثلا عنوان ديوان بهية طلب: عدسات لاصقة لعبور نهر. يعني بنلاحظ ان فكرة الرؤية نفسها هنا ليست على غرار الشعر القديم او ربما حتى صلاح ابو الصبور الذي كان يقول في نصه وقال في الفخر: علمت عيني ان ترى الظلال في الظلال. وفكرة الفخر بالرؤية يعني ظلت مناوئة او ظلت يعني مخيلة لشعراء التفعيلة، وان كانت هنا لدى بهية طلب تعترف ضمنا باحتياجها الى مثيرات خارجية للرؤية او معينات خارجية. فمثلا في نصها: أعد قلبي أن يكون فارغا، تقول: أعطني الفرصة حتى أحزن، فرصة أخيرة لامرأة ترشو أطباء التجميل يفتحوا بعينيها ممرات البكاء. بنشوف رؤية معاصرة بتقدمها الشاعرة يتبدى فيها الحزن كائنا مستعصيا على المجيء، فتحاول الشاعرة الإرجاء وتستمهل المخاطب لكي تجتلب حزنها بطرق صناعية مفتعلة، وهي حساسية مغيرة تماما لشاعر مثل صلاح جاهين الذي كان يشكو من شيوع الحزن وابتزاله المخيف، لما كان صلاح بيقول: يا حزين يا أم تحت بحر الضياع، حزين أنا زيك وإيه مستطاع، الحزن ما بقالوش جلال يا جدع، الحزن زي البرد زي الصداع.
ومن المنطقي طبعا ان الارواح المنهكه انجاز التعبير التي غربتها التجارب المحبطه حتى الوصول الى حاله من الجمود والتبلد واللامبالاه ربما على طريقه المتنبي في قوله رماني الدهر بالارزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي وكنت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. هذه الارواح المنهكه ستظل حاجزه عن تلقي الفرح الغامر النقيب للحزن العميق. فمثلا ممكن نشوف تخيل بيجسد الرؤيه دي عند علي عبد الحميد في نصه في نص امس بيقول فيه بالامس من الرابعه حتى السابعه ليلا حطت على قلبي قذيفه ثقيله من البهجه يبدو ان شرايين القلب لا تحتمل فقد انهكها تدخين السجائر ونساء تركنا احجارا على مسافات متساويه لا تسمح بضخ الدماء. اذ يتجلى الفرح في تاويل الشاعر بحسبانه ضيفا طارئا ثقيل الظل اشبه بقذيفه مباغته تنتفي معها القدره على استقبالها من الشاعر المثقل بخساراته المتتاليه ومساعيه المحبطه التي لا يلجا الى التخييل لابرازها بقدر ما يتكئ على صياغه مباشره تعتمد على قوه الايحاء ورسم الصوره الكليه في قالب واقعي. يعني وفي بعد كده بقى تيمه البحر انه البحر نفسه باعتباره مقوله رومانسيه ظلت شائعه لكن مع الشعراء قصيده النسر تاخذ اشكال مختلفه زي سالم شبانه بيقول اجلست البحر على الطاوله جرح يده بسكين الغبار سال دم ازرق بدايه الخليف وبيظل يتكلم في نص بيقول في عنوانه كيف تصطاد بحرا بالكيبورد والنص كله بيتحرك من خيال عجائبي لكنه بينفي مقوله البحر بظلالها الرومانسيه او حتى رهبته السرمديه. يعني كل المقولات المطروقه سلفا لدى الشعراء الرومانسيين والبحر طبعا اخو الشعراء الرومانسيين بامتياز ظلت هنا منفيه حتى في نص لفردوس ممكن اختم بهذا النص يعني نص الفردوس عبد الرحمن وهي بتتكلم فيه عن دلالة البحر بتقول اهدأ أيها العالم اهدأ وخذني إلى البحر كي نرى الغرقى كل الذين ماتوا لأنك لم تأتي إليهم مرة ولا فتحت عبورا يأتونك منه. استوظف الشاعرة دلالة الغرق في البحر لتجعلها تيمة رمزية تومئ إلى الوسطاء الودعاء الحالمين بصنع معنى للعالم دون جدوى. حاولوا رق السماء كي تصلح للمشي ولم يمشوا رموا في عيونهم ضوءا وما رأوا زرعوا أوردة في الكلام فنسوا أسماءهم لكن المفارقة الأليمة تتجلى في أن هؤلاء الودعاء المصطلحين الراغبين في صنع معنى جليلا مفارقا ومتعاليا على الحياة العابرة السطحية سيصبحون بدورهم محض عبور كوني متحول إلى حالة من السيولة المائية العائدة إلى تيه البحر اللانهائي الذين بلا أسماء ظنوا أنفسهم ماء لأن مطرا كثيرا ضربهم اليوم فعادوا إلى البحر. وهكذا يصبح البحر في تأويل الشاعرة موازيا للتلاشي والغياب السرمدي عن العالم بالرغم من حضوره الكوني وامواجه التي لا تتوقف عن الحركه والاستخاره. معلش بقى هستاذنك عشان بس استاذ فتحي على السميع هقرا حته كده بتحليل هو التيمه اللي كنت يعني ساسر وان اتركها هي تيمه الحب لكن معايا نصين بيعبروا برضو عن الوعي الحديث بفكرة الحب. هكتفي بقراءة تحليلية لنص الأستاذ فتحي عبد السميع اللي معنوينه بعنوان عيد الحب فبقول فيها وإذا كان فتحي عبد السميع قد كتب أحد نصوصه تحت عنوان عيد الحب فإن المضي في قراءة النص يكشف عن كسر أفق التوقع لدى القارئ من الأسطر الأولى في النص ليفاجأ بمفارقة أسلوبية بين العنوان ومفتتح النص. في عيد الحب لم ألتقي إلا بقاتل يفك بندقيته ويغسلها بالزيت والقصوى. إن صدمة التلقي تكمن في كون الشاعر نقلنا فورا من حديث متوقع عن الحب إلى حديث مباغت عن القتل عبر رفضه لصورة القاتل الذي تبدو نعومته نعومة مراوغة كنعومة الزيت المسيج بالقسوة ومخاوف الاحتراق.
يطهر الفواهة من الصرخات والزناد من تطفل الندم، لكن هذا القاتل الذي يمارس عمله باحترافية تامة مطهرا ذاكرته من أدنى أثار الندم سيجابه برمزية الحب وقوته الناعمة التي تجسدها الفراشة المخاتلة لرغبة النسيان والممعنة في إزاحة فعل القتل ليواجه بروح الحياة حتى لو كانت قصيرة تتعرض للتهديد المستمر، لكنها تظل مساحة الحب الضئيلة المتاحة في هذا العالم الحديث. فراشة غافلته في ليلة كهذه ونامت في فراش كاد يخسر في فراشة القتل كاد يخسر صيته حين ضغط على الزناد فانطلقت فراشة. ابتسم القتيل لرفرفة قبلته في الظلام ونام، أو لرفرفة قبلته في الظلام ونام بقلب سليم. يعني كده يعني أنا أكون خلصت المدخل.